ذروف اند ريسينج. انطلق الشوط الثالث على كاس سمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد ال خليفه من مسافه ال 2000 متر بمشاركه خمس من الجياده اللوكال انتاج محلي هانديكاب من 0 إلى 40. ينطلق بانطلاقه هنري ذا هورس، هو الذي انطلق من البوابه الاولى مع الفارس الاوروغوياني كارلوس بوينو بشعار الامني ريسينج. المركز الثاني مرجاني بشعار سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى ال خليفه مع الفارس عبد الله فيصل بارتش بمحاذاة السياج. في المركز الثالث بشعار فيكتوريا مع الفارس عبد الرحيم جاسم، بينما المركز الرابع هنالك المختار مع الفارس احمد مكي تاخر لسنيك ايجل بشعار المنصوري. نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع هنري ذا هورس سلالتي كاردييس وكورتيار على المركز الاول. هنالك خطوه بخطوه هنالك المختار بشعار علي عبد الله هادي. المركز الثالث يتواجد بارتشمنت مع الفارس عبد الرحيم جاسم، والمركز الرابع مرجاني مع عبد الله فيصل وسنيك ايجل حتى الان في اخر الجيال. ها هي الجيال الان تمر من مسافه ال 1000 متر ولا تزال الصداره والانطلاق حتى الان مع هنري ذا هورس مع الفارس كارلوس بوينو. المختار في المركز الثاني مع الفارس المتمرن احمد مكي بارتشمان بشعار فيكتوريا. في المركز الثالث مرجاني، رابع سنيك ايجل حتى الان في اخر الجياد مع الفارس ابراهيم نادر. هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه ولا تزال الصدارة حتى الآن مع هنري ذا هورس بشعار ام ان اي ريسينج مع الفارس كارلوس بوينو الذي يبحث عن أول انتصاراته في مملكة البحرين. بينما من وسط الجياد انطلاقة بارتشمان بشعار فيكتوريس مع المتمرن عبد الرحيم جاسم، ومن الجانب الآخر انطلاقة مرجاني مع الفارس عبد الله فيصل. لا تزال الصدارة حتى الآن مع هنري ذا هورس من وسط الجياد بارتشمان، ومن الجانب الآخر هنالك مرجاني بشعار سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، هو الذي صدر السباق مع الفارس عبد الله فيصل ويقترب من انتزاع الشوط الثالث. اذا مرجاني هو بطل الشوط الثالث في دخول ثنائي على خط النهائي. اذا مرجاني هو بطل الشوط الثالث مع الفارس عبد الله فيصل الذي يحقق انتصاره الثاني على التوالي في هذه الامسيه على كاس سمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد ال خليفه.